مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم برنامج اخبارنا. اخبارنا بنتابع فيه اكيد كل اخبار نادينا الملكي العظيم نادي الزمالك، بنتابع مع بعض بقيه الاخبار المحليه ونشوف حصل ايه في الجوله الرابعه في الدوري، كمان في كلام كتير واخبار عالميه هتكون معانا النهارده. الفقره الثانيه بقى هيشرفنا الناقد الرياضي الكبير استاذ عبد الحميد فراج، هنتكلم معاه عن الجوله الرابعه في الدوري المصري، كمان هنتكلم معاه عن اختيارات كارلوس كيروش بقى للقائمة النهائية لكأس العرب، وزي كل يوم بدايتنا بأهم عناوين الأخبار. كيروش يعلن قائمة المنتخب الوطني لكأس العرب بمشاركة خماسي زملكاوي. الزمالك يرفض الراحة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي. بن شرقي جاهز لقيادة الزمالك أمام البنك الأهلي. اختبار طبي لفتوح بعد إصابته مع المنتخب الوطني. بنحب كل يوم ندردش مع حضراتكم ونعرف رأيكم في مواضيع كده تخص نادي الزمالك، والنهاردة حابين نعرف رأيكم في أداء نادي الزمالك أمام نادي الإسماعيلي في لقاء امبارح. جاوبونا بقى كده وتفاعلوا معانا على كل السوشيال ميديا بتاعت قناة نادي الزمالك. ثلاث نقاط جديدة وده المهم، ثلاث نقاط في مباراة صعبة جدا من استاد الإسماعيلية مع منافس قوي جدا نادي الإسماعيلي. يعني رجالة الزمالك نجحت ان هم يعبروا المحنة دي واخدنا ثلاث نقاط من قلب ملعب إسماعيلية، وعارفين صعوبة الملعب ده وفي جمهور وبيدوا ثقة زيادة للاعبين. نتيجة جيدة 2-0، ولكن جماهير الزمالك عندها بعض التعليقات، بعض النقد على الأداء، وده الطبيعي. جماهير الزمالك دايما بتحب لعبتها تكسب وتلعب كرة جيدة، ولكن خلونا نتكلم في نقطة مهمة. دايما بنقول نحب فرقتنا تكسب حتى لو كانت مش كويسة، نحب فرقتنا تكسب حتى لو في مشكلة داخل الملعب، وده اللي احنا حابينه. والدوري هو تجميع نقاط، قدرنا نجمع ثلاث نقاط جديدة في مشوار الدوري. الانتصار بيجيب انتصار، بيدي ثقة مهمة جدا، لكن جماهير الزمالك وانا واحد منهم كنت قاعد امبارح مستني جدا اتفرج على فرقتي امام الاسماعيلي. كان وحشنا الزمالك بصراحه، بقالنا كتير ما كناش اتفرجنا على لقاء، ولقاء مهم هيكون فيه كوره مهمه زي ما احنا عارفين. زمالك واسماعيلي اللقاءات بتكون صعبه جدا، كان عندنا كمان امل نشوف بقى اداء قوي من لاعبتنا، يعني صلح كده، بدايه صلح لجماهير نادي الزمالك، ولكن لاعبتنا عملوا اللي عليهم، قدروا يفوزوا. في لعيبه ما كانتش في افضل حالتها، مشاكل في بعض التشكيل، حاجات بسيطه، ولكن لاعبتنا قدروا يكملوا المشوار وياخدوا ثلاث نقاط عشان نكمل في رحلة البحث عن لقب الدولي. لكن كلام كتير بقى في لقاء امبارح ايجابي جدا جدا جدا. عندك اول حاجة هو استعادة الانتصار، هقولها مرة واثنين وثلاثة. الانتصار بيرفع معنويات اللعيبة، بيخلي التركيز يزيد، بيخلي كل لاعب ياخد معنوياته. وعلى فكرة لو حد جه قال لي يا قضى اصل الاسماعيلي مش في افضل حالاته والاسماعيلي خسر اول اربع لقاءات زي ما احنا شفنا اخرهم من الزمالك امبارح، هقول له فعلا الاسماعيلي مش في افضل حالاته، ولكن مع خوان براون مدرب جديد، كل اللعيبه حابه تثبت نفسها، روح عاليه، معنويات عاليه للعيبه، كلام كتير من استاذ يحيى الكومي رئيس نادي الاسماعيلي، كلام كتير مع اللعيبه اداهم دفعه معنويه جامده جدا، وده شفناه امبارح. مردوده كان في الملعب قوي جدا، لعيبه الاسماعيلي تحولت، مش ده شكل الفرقه اللي كانت موجوده في اول ثلاث جولات، لكن لعبتنا قدروا في البدايه ان هم يمتصوا حماس اللاعبين اصحاب الارض اكيد اللي عايزين وكان نفسهم يحققوا امبارح اي فوز او اي تعادل، ياخدوا اي نقاط من نادي الزمالك، ولكن الحمد لله قدرنا احنا نخطف نادي الاسماعيلي في اخر الشوط الثاني ورجعنا لطريق الانتصارات علشان ترجع الروح مره تانية. نرجع مره تانية نعد الزمالك اخد ماتش 2-3-4 لحد ما نوصل ان شاء الله لنهايه الدوري بلا هزيمه مجددا. جماهير الزمالك عايزه تنسى اللي حصل في الجوله اللي فاتت، الجوله الثالثه، فلاعبتنا يا ريت ما تزعلش من الجماهير. الجماهير عايزه افضل حاجه، الجماهير خلاص بقت عايزه، انا عايز بطوله، عايز اداء، عايز اهداف كتير، عايز اشوف لعب افضل، لعب اقوى، وان شاء الله
ده يكون موجود الفترة الجاية. هنرجع للطريق الصحيح امتى؟ مع الانتصارات. مرة أنا مش موفق أقدر أجيب أهداف، أقدر أفوز، هي دي الفكرة. أدخل نفسي في المنافسة، هفضل أقاتل، أقاتل لحد آخر لحظة في اللقاء، علشان إن شاء الله لعبتنا مش هتتنازل أبدًا عن لقب الدوري السنة دي اللي إحنا قدرنا السنة اللي فاتت نحققه بجدارة في موسم كان صعب جدًا على اللعيبة والجماهير. هنكون منافسين في كل الألقاب وكل البطولات، مش بس في الدوري، زي ما قلنا عندنا الكاس اللي فات والكاس الجديد، بطولة أفريقيا الغالية جدا على جماهير الزمالك، وأكيد الدوري. الفوز ده كان الجماهير محتاجاه أكتر من اللعيبة. الجماهير كانت عايزة فرقتها ترجع للانتصارات، حابة تشيد بلاعبتها. بصراحة الانتصار بيكون سبب رئيسي لاستعادة الروح والثقة اللي لاعبتنا محتاجاهم قوي. جماهير الزمالك بحييها على الكلام الإيجابي اللي قالوه امبارح بعد اللقاء، احييها على قبل كمان اللقاء. جماهير الزمالك بتشيد باللعيبه، نسيوا كل حاجه، حابين نركز، وده اللي انا عايز اقوله للاعبتنا. الجماهير مش بتنتقد علشان انت وحش ابدا، الجماهير بتنتقد عشان انت افضل، وهنا فرق، وهنا لازم نركز. في فرق اما جماهير الزمالك تقول لا احنا كنا لازم نعمل افضل عشان انتوا عندكم افضل، عشان احنا متاكدين ان لعيبتنا عندها افضل من كده بكتير. اه ماتش امبارح كان الاداء متذبذب، في كتير لعيبه ما كانتش في مكانها، ولكن لعبتنا كلها عندها ثقه، لعبتنا كلها جيده، لعبتنا كلها قويه، وده اللي احنا بنراهن عليه. كارتيرون عمل اكتر من تغيير في تشكيله، ده قلناه لحضراتكم الاسبوع اللي فات، قلنا ماتش الزمالك والاسماعيلي هيشوف اكتر من تغيير في اكتر من مركز، ولكن لعبتنا عندها بعض الاجهاد، اللعيبه المحترفين تحديدا او كمان اللعيبه الدوليين اللي موجودين مع منتخب مصر واللعيبه المحترفين اللي موجودين مع منتخباتهم. سفر ورجوع من سفر ولقاءات وتركيز، ده اكيد بيعمل شوية إجهاد للاعبين، بس إن شاء الله الفترة الجاية تكون أفضل لنادي الزمالك. حابب أتكلم على حاجة لطيفة جدا جدا، هو زيزو. زيزو صراحة في لقاء امبارح يعني بيعمل أداء ومردود داخل الملعب عظيم جدا. زيزو من اللعيبة اللي ما بيردش ولا على السوشيال ميديا ولا بيرد في أي مكان ولا بيبعت رسائل لحد يرد له، زيزو بيرد في الملعب. أحمد سيد زيزو بيواصل التألق وبيرد على كل الناس، كل الناس اللي بتقول له معلش انت ما كنتش موجود في القائمة اللي فاتت، مفيش معلش، معلش انا في الملعب هثبت ان انا افضل لاعب حتى الان في الموسم الحالي من الدوري المصري، وان شاء الله يفضل مكمل كافضل لاعب. زيزو بيتصدر ترتيب الهدافين باربع اهداف، عنده ثقة ما شاء الله حلوة جدا في نفسه، وجماهير الزمالك عندها ثقة في امكانيات زيزو. لسه عندك كتير قوي قوي يا زيزو في الفترة اللي جاية. زيزو انضم للقائمة اللي موجودة في منتخب العرب هنتكلم عليها مع بعض، ولكن في كأس العرب آسف، ولكن زيزو من اللعيبة اللي لازم نشيد بيه، زي طارق حامد. طارق حامد امبارح عمل أداء في الماتش ولا أروع، السن مش موجود، طارق حامد بيبذل أقصى حاجة عنده داخل الملعب. عمر السعيد بيسجل 3 أهداف في أول 4 جولات مع نادي الزمالك، عشان بيقول لنا إن إحنا السنة دي هنشوف نسخة استثنائية من عمر السعيد، إن شاء الله كده تبقى نسخة جيدة جدا جدا. عمر السعيد وزيزو متألقين مع نادي الزمالك، وكأنه بقى الموضوع خلاص ثابت، زيزو هيسجل يبقى عمر هيسجل، الاتنين بقوا بيتفائلوا ببعض بقدر كبير جدا. ده فيما يخص لقاء نادي الزمالك، ولسه هنتكلم كتير عن فرقتنا واستعداداتنا لماتش البنك الأهلي اللي هيكون صعب جدا 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 على فكرة. البنك الأهلي جاي من هزيمة، عايز يفوز في اللقاء الجاي، بس ان شاء الله الزمالك هو اللي يقدر يخطف ال3 نقاط. هنتكلم كتير عن اللقاء الجاي، ولكن حابب اتكلم معاكم على قائمه منتخب مصر لكاس العرب. يعني احنا كزملكاويه اكيد اول ما نشوف القائمه بنفتح وندور، ها في لعيبه الزمالك، اخذ مين من الزمالك، مين موجود في القائمه، ولكن نفس المفاجاه مره ثانيه اللي كانت صدمه لكل جماهير الزمالك، هي صدمتين. زيزو ما كانش موجود في القائمه اللي فاتت، زيزو انضم، ولكن ابو جبل وطارق حامد برضو مش موجودين في القايمة. لازم نقول ان يا جماعة خلي بالكو، طارق حامد جامس موجود، يا جماعة ابو جبل ازاي مش موجود؟ طبعا مع احترامنا لكارلوس كروش واختياراته في اللعيبة، نتمنى اكيد الافضل لمنتخب مصر. نادي الزمالك منتخب منه 5 لاعبين، وهم زيزو وفتوح والونش وكمان
مصطفى فتحي وامام عاشور، دول الخمسه المنضمين لمنتخب مصر. اكيد امام انا سعيد بالتواجد ليه المره الثانيه والمعسكر الثاني لمنتخب مصر. امام من اللعيبه اللي هيكون ليها مستقبل واعد جدا مع منتخب مصر. كارلوس كيروش واخد لعيبه كتير جداد في منتخب مصر، حابب يجرب لعيبه كتير، حابب يدي ثقه للعيبه ثانيه، حابب يخلي لعيبه ثانيه افضل. ولكن اي لاعب هينضم لمنتخب مصر ده هيديله اضافه، اي لاعب في الدوري المصري. ولكن هي كلمه واحده، مش اي لعيب هيتالق في لقاء في الدوري المصري هيقدر يضيف لمنتخب مصر، مش اي لعيب هيكون مستواه سيء في لقاء يبقى ده مش هيضيف لمنتخب مصر. طارق حامد من اللعيبه اللي دايما بيكون اضافه لاي مكان بيكون موجود فيه. منتخب مصر انا شايف القايمه ما فيهاش من الخبرات الكتير، ما فيهاش من الخبرات، يعني ما شفتش مثلا احمد فتحي، ما شفتش مثلا طارق حامد، ما شفتش مثلا عبد الشافي، ثلاث اسماء يدوا تقل داخل الملعب. طبعا احمد فتحي مش موجود علشان موضوع بيراميدز زي ما احنا عارفين، وفكره ان بيراميدز والمصري مش هيكونوا موجودين هيكونوا موجودين في الكونفدراليه، فلاعبتهم يعني اتحرموا من التواجد مع منتخب مصر. عبد الشافي مش موجود ليه؟ يعني التبرير بتاع احمد فتحي موجود، خبره كبيره، بس كان نفسنا يكون موجود، ولكن بيراميدز عنده بطوله. عبد الشافي ليه مش موجود؟ ممكن ما يكونش دور كاساسي في الملعب، متفقين معاك لو انت شايف ان انت عايز يكون موجود، ولكن تواجد كابتن عبد الشافي مهم جدا في منتخب مصر. عمر السعيد الثاني هداف نادي الزمالك مش موجود ليه في منتخب مصر؟ ده سؤال. يعني احنا بندي فرصه للاعبين الجيدين، طب ما ندي فرصه للاعيب متالق في النادي بتاعه. فيا ريت، عايزين ناخد لعيبه من اكتر من نادي طبعا، ولكن مش علشان ناخد من اكتر من نادي فنيجي على القطبين او نيجي على نادي الزمالك نقول اصل احنا اخدنا خمسه فعشان ناخد من الباقي. لا، في لعيب يستحق المشاركه، يستحق ياخد فرصه. عمر السعيد من اللعيبه ان يعني ظهر كويس، ظهر بشكل عظيم في الفتره اللي فاتت، فلو ما كانش تواجد في بطوله كاس العرب هيتواجد امتى مع منتخب مصر؟ نتمنى يكون الفتره الجايه افضل لمنتخب مصر، وده اللي احنا اكيد عايزينه. لازم نقول وجهه نظرنا، ويا رب يطلع كارلوس كيروش هو الاصح، ولكن اللي جاي افضل لمنتخب مصر ونادي الزمالك. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نبدا مع حضراتكم برنامج اخبارنا. اهلا بحضراتكم من جديد، والبدايه مع مستر كارتيرون مدرب فريقنا اللي قرر استئناف تدريبات النهارده بشكل طبيعي بعد الفوز على الاسماعيلي 2-0. الفريق بدا تدريباته كده الساعه 5 على ملعب النادي استعدادا لمباراه البنك الاهلي اللي هتقام يوم الاثنين الجاي باذن الله. خلال التدريب كده خضع اللعيبه الاساسيين لتدريبات خفيفه بسبب يعني خوف من تعرضهم لارهاق او اجهاد، وهم كلهم لسه راجعين من منتخب كمان، فقرر كده كارتيرون ان يكون تمرين خفيف عشان نبعد عن الارهاق. والمباراه كانت لسه امبارح وكانت قويه جدا جدا، وكمان اللاعبين اللي كانت موجوده داخل التمرين عملوا بعض التمارين البدنيه كده خفيفه برضه، ولكن المستبعدين من نقاط امبارح كان ليهم تمرين قوي جدا بدني، وكان التركيز على تنفيذ برنامج بدني مكثف استعدادا لمواجهه البنك الاهلي للعيبه اللي ما كانتش مشاركه في اللقاء. طبعا بنتكلم عن الزمالك والاسماعيلي، عشان كده معانا كابتن صبري المنياوي، يعني نجم من نجوم نادي الزمالك وكمان نادي الاسماعيلي السابق. اهلا بحضرتك في قناه نادي الزمالك يا فندم. اهلا بك يا كابتن محمد، ازاي الحال؟ انا تمام. وشفت امبارح اللقاء ازاي بقى؟ حضرتك اكيد عارف الاجواء في تحديدا في اسماعيليه بين الزمالك والاسماعيلي، فشفت امبارح اللقاء كان عامل ازاي؟ الاول الف مبروك طبعا للزمالك الثلاث نقاط. الحمد لله. المستوى ما كانش كويس. صحيح. وده كان متوقع من الفريقين، لان الفريقين متوترين واعصابهم مش تمام يعني، وكل فريق عايز الثلاث نقاط وكل فريق خايف من الثاني، يعني الظروف كانت متشابهه شويه. فالماتش كان متوقع ان هو يبقى وحش، بس هو امبارح الزمالك كان ما كانش كويس في الشوط الاول خالص. يعني حضرتك تقصد هيكون حضرتك تقصد كان هيبقى وحش فنيا ولكن هيبقى قوي بدنيا، شفنا فيه امبارح التحامات كتير بدنيا قويه. ما هو طبعا اصل انت دلوقتي انت بتلعب في الماتش الرابع من الدوري وكان فيه منتخب والدوري اللي فات لسه خالص، يعني يعني الناحيه البدنيه موجوده. انا بتكلم على الناحيه الفنيه والناحيه النفسيه كمان. يعني الناحيه الفنيه الزمالك ما كانش كويس امبارح طبعا الشوط الاول،
وانا مش هتكلم على موضوع يعني الباك ليفت اللي لعب باك رايت والامور زي دي يعني. انا دي حاجه ترجع للمدرب وهو ادرى بفريقه وادرى بشغله اكيد يعني طبعا. هيعمل بس ايه، برضه حابب هيعمل ايه اسال في حضرتك، الماتش ده. يعني انت شفت ان التغييرات دي او التغيير داخل اللعيبه في الملعب التشكيل اثرت على اداء الزمالك شويه خليته متذبذب، ولا ده بص كده يا كده كابتن كان محمد، هيحصل؟ يا كابتن محمد معلش لا ولا يهمك يا كويس. ما تزعلش مني، الزمالك حظه كويس ان الكرة جت في ايد باهر محمدي واتحسب بنالتي، انت فاهم؟ عشان كده الماتش اتفتح وقدرنا قدر الزمالك يجيب الجول الثاني يعني. لكن الماتش لو ما كانش فيه البنالتي كان الماتش هيفضل درون، وكل لا انا فريق بص يا ابو كباتن، انا ما بحبش ادخل فكره الحظ، ولو ان لو قلنا كده يبقى ممكن نقول اصل فرقه فلان ما كانتش جابت جون في الحته، كل الاهداف فيها توفيق وفيها حظ وفيها كل الكلام ده، لكن الزمالك محتاج ايه في اللقاء الجاي؟ يعني الزمالك محتاج يعمل ايه في لقاء البنك الاهلي؟ يشتغل على ايه علشان الماتش الجاي هيكون مش اسهل من ماتش الاسماعيلي؟ انا شايفه هيبقى اصعب من ماتش الاسماعيلي. لا، اي فرقه حتى يعني من الفرق القويه لو لعبت الزمالك الماتش الجاي، الماتش مش اصعب من ماتش الاسماعيلي. ماتش الاسماعيلي كان ليه ظروف صعبه جدا على الزمالك وعلى الاسماعيلي، فالزمالك تعدى الخطوه دي وتعدى العقبه دي، فان شاء الله في اي ماتش قوي الزمالك قادر ان هو يشتغل فيه كويس يعني. ان شاء الله لكن الماتش الجاي يكون معلش، مصلح للزمالك. امبارح برضو كان فيه 3 4 لاعبين خارج الفورمه، واولهم بن شرقي. بن شرقي من اول السنه وهو مش موجود في الملعب يعني، ما تزعلش مني، انا ما اعرفش ليه يعني مستر كاسترون بيحتفظ بيه في الملعب. ما بن شرقي مش موجود، ما فيش باص واحد ولا لعب زي بتاع زمان، ولا يعني هو كان نجم من نجوم مصر طبعا. في الدوري بتاع السنه اللي فاتت. السنه دي طبعا بعد العروض اللي جات له، فطبعا في ذهنه مشغول ومش مركز كويس، فبن شرقي من اول السنه مستوى ضعيف جدا جدا، امبارح كان مستوى ضايع، فده ان برضو شاء الله كان بن لازم. شرقي يعدي العقبه دي ويركز داخل الملعب والامور التانيه تنتهي لمصلحه نادي الزمالك، وان شاء الله يكون موجود مع الزمالك لمواسم اللي جايه. حابب برضه اتكلم مع حضرتك عن نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي انا واحد من الناس يعني بحب كره الدراويش، ومين في مصر ما بيحبش نادي الاسماعيلي وطريقه لعب نادي الاسماعيلي؟ ايه اللي حصل السنه دي والهزيمه الرابعه على التوالي للاسماعيلي في بدايه مشوار الدوري؟ موضوع صعب جدا، الاسماعيلي يشتغل ازاي الفتره الجايه؟ يعني شفنا امبارح بوادر كده ان اخوان براون ممكن يعمل شغل لطيف، فاللي جاي هيكون عامل ازاي لنادي الاسماعيلي؟ بص حضرتك، انا مش خايف على نادي الاسماعيلي يعني، حتى بعض الناس المقربين الي بيقولوا لي ان الاسماعيلي هينزل السنه دي. لا، الاسماعيلي مش هينزل ابدا. هو طبعا الاسماعيلي كان حظه وحش ان هو واجه الاهلي في اول مباراه، وبعدين الاهلي جاهز 100% بيلعب في افريقيا وبيلعب في الدوري العام، واللعيبه بتاعته في المنتخب، فاللعيبه بتاعته كانت اجهز بكتير من نادي الاسماعيلي، وكانت النتيجه تقيله شويه. الماتش الثاني برضو اتغلب 2-0 يعني باخطاء غير مبرره يعني. طبعا الماتش الثالث برضو اتغلب 1-0، والماتش الرابع بيلعب مع الزمالك. ماتش الزمالك هيك قصدك يعني ان من سوء حظ الاسماعيلي ان في اول 4 مواجهات فيهم قابل اهلي زمالك وزمالك، واهلي، في ماتشين فيهم اهلي وزمالك في بالظبط ماتشين كده، كده كده حساباتهم مش والظروف موجوده. كانت مش كويسه. طبعا موضوع ان الكابتن طلعت يوسف كان عنده اصابه كورونا وكده، طبعا والامور ما كانتش كويسه، وكان في انتخابات في وسط الماتشات دي، وفي كلام كتير جدا يعني بيدار او بيحكى حوالين الفريق، فطبعا يعني بيفقد اللعيبه التركيز بتاعهم. لكن انا متاكد طبعا يعني ماتش الزمالك والاسماعيلي، الاسماعيلي كان بيجري كويس وبيأدي كويس، فالماتشات اللي جايه طبعا أنا متأكد إن شاء الله إنه هيبقى كويس يعني، بأمر الله. كل التوفيق إن شاء الله للإسماعيلي في الفترة اللي جاية، فرقة بنحبها كلنا بصراحة، وإن شاء الله يرجع على المسار الصحيح مرة تانية. كابتن صبري نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله تكون معانا قريبا جدا في الاستوديو. طيب يعني حابين نطمن جماهير الزمالك كده، بن شرقي لاعب من اللعيبة المهمة
اكيد داخل نادي الزمالك، لاعب من اللعيبه اللي الجماهير بتحبه، ساعات بتلومه وساعات بتوجه له شويه نقد، محتاجين منك افضل من كده، ان شاء الله الجاي يكون افضل لبن شرقي. ولكن هو تعرض امبارح لالتواء في الكاحل خلال مباراه الاسماعيلي، اصابه خفيفه جدا، ان شاء الله يكون جاهز للقاء البنك الاهلي. ولكن بشكل طبيعي زي ما احنا عارفين كارتيرون بيحب يريح اللاعبين اللي عندهم اصابه، عندهم مشكله في اي حاجه، عشان كده النهارده كان موجود بن شرقي في النادي، ولكن كارتيرون فضل ان هو يريحه من التدريبات الجماعيه، كان موجود في بعض الحاجات الاستشفائيه علشان يكون جاهز ان شاء الله للمواجهه اللي جايه مع البنك الاهلي. نتمنى السلامه لكل لاعيبه البنك الاهلي. ومن اصابه لاصابه، احمد فتوح لاعب فريقنا اللي تعرض لاصابه بكدمه في القدم كده في مباراه منتخب مصر امام منتخب انجولا، واللاعب بيخضع لاختبارات، خضع لاكثر من كشف واكثر من اختبار، ما قدرش يكون متواجد مع الزمالك بشكل جيد الفتره اللي فاتت، فان شاء الله يخضع لاختبار جديد طبي النهارده علشان يكون جاهز لمباراه الزمالك اللي جايه امام البنك الاهلي. من فتوح نروح لعمر السعيد. عمر السعيد اللي نال إشادة كبيرة جدا جدا من الفرنسي باتريس كارتيرون، خصوصا بعد ظهوره بشكل جيد في لقاء الإسماعيلي، تسجيله الهدف الثاني. كارتيرون أشاد باللاعب وطالب منه ان هو يكمل بنفس الشكل، يحافظ على المستوى بتاعه الفترة اللي جاية في الدوري، محتاجة مجهود جامد جدا، وان شاء الله عمر يفضل بنفس قوة. وشفنا امبارح الجون الثاني حطه بشكل قوي جدا جدا، انا حسيت ان هو هيبصيها لو النجم، لكن هو لقى الزاويه الضيقه فتحت شويه، وهو ده المهاجم، وهو ده دايما المهاجم بيكون طماع في الكوره دي شويه، ولكن اهم حاجه ان الكوره في الاخر تسجل الجون، وان شاء الله يكون موسم استثنائي لعمر السعيد مع نادي الزمالك. حساب نادينا بقى على السوشيال ميديا وتحديدا على تويتر نشر صوره لمسمار قلب الاسد بتاعنا طارق حامد، وكتب عليها: من لديه صمام امان لا يأبى المخاطر. اشاره واضحه جدا لقيمه طارق حامد وقوته في مركز خط النص، لاعب مهم جدا لاي نادي، وطارق حامد اكيد الفتره الجايه هيظهر بشكل افضل. طارق عودنا على كده، دايما شغال على نفسه، ان شاء الله يا طارق دايما متالق داخل ملعب نادي الزمالك. يعني مش بس حساب نادي الزمالك اللي اتكلم على طارق حامد، لا كمان دكتورنا دكتور محمد اسامه طبيب فريقنا نزل ستوري عنده كده على الانستجرام، وطبعا صوره مع طارق حامد وكتب عليها: الرجاله المحترفين مش بيهمهم اي حاجه مهما حصل، خالص احترامي لطارق حامد. طبعا كلام مهم جدا من دكتور محمد اسامه، كمان لسه مع دكتورنا دكتور محمد اسامه اللي نزل صوره ليه على ستوري كده بحسابه على الانستجرام مع الثنائي رزاق سيسي وشيكابالا، وكتب: منتظركم قريبا جدا. اكيد منتظرهم قريبا جدا، بمناسبه كمان سيسي نزل صورته كده من تدريبات مع شيكابالا وعمل لشيكابالا منشن، ام شيكابالا عمل الصوره عنده مره ثانيه، ام مره كمان سيسي رجع الكوره مره ثانيه. يتمنى بقى نشوف الثنائي في الملعب، وبدل ما نعمل شير للستوريز نعمل 1 2 في الملعب، بدل 1 2 على السوشيال ميديا، ونشوف بقى الثنائي في الملعب ان شاء الله، واكيد هيكونوا اضافه قوية جدا جدا. وواضح جدا شيكابالا اي لاعب بيكون موجود نادي الزمالك بيقرب منه بيقعد معاه، واللعيبه عارفه قيمه شيكابالا كويس جدا، اساسا هي كاتب الافضل على شيكابالا، فاكيد شيكا بيتكلم مع اللاعب بشكل جيد، واللي جاي افضل لنادي الزمالك. نرجع تاني لحساب نادي الزمالك اللي نشر الصوره دي وكتب: رجل مباراه الاسماعيلي باختيار جمهورنا هو احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو ما يختلفش عليه اثنين صراحه السنه دي في الدوري، يعني يكمل بشكل افضل، عارفين اللي هو عنده اكتر من كده بكتير. زيزو بمناسبه الكلام عنه نزل ستوريز كده كتير على انستجرام بفوز نادي الزمالك على الاسماعيلي، وكتب: رفعنا الرصيد 3 نقاط وقدمنا خطوه للاعلى، اكيد الجاي افضل يا زيزو. جماهير الزمالك بتحتفل بزيزو طبعا والاهداف بتاعته، زيزو سجل هدف فريقنا الاول من ركله جزاء. وشيكابالا كان ليه موقف طريف جدا في ركله الجزاء دي، يعني زملكاوي زي كل الزملكاويه، شيكا كان قاعد في المدرجات بيتابع اللقاء، ولكن وضربه الجزاء بتتنفذ، شيكا مش قادر يبص على ضربه الجزاء، عارف قد ايه قويه ضربه الجزاء، محتاجه روح جامده، يعني شيكا مش قادر زي كل الزملكاويه باصص الناحيه الثانيه. لكن اول ما ركله الجزاء اتسجلت ظهر شيكا بقى وقام سقف وشجع لعبته واستغل اللقطه دي على طول، كل الناس الموجودين في الاستاد وصوروا شيكابالا في الموقف ده، وعلى طول احمد سيد زيزو اخذ الفيديو ونزله عنده على الانستجرام. دايما كده لاعيبه الزمالك
بيشجعوا بعض، وان شاء الله شيكا يحتفل في اللقاءات الجايه من داخل الملعب. مش هننسى المتالق عمر السعيد اللي احتفل هو كمان بالهدف الثاني اللي احرزه لفريقنا في لقاء امبارح، واعاد نشر بقى مجموعه كبيره جدا من ستوريز الجماهير اللي بتحتفل بتالقه الفتره اللي فاتت، وكل الصور دي الجماهير بتحتفل بعمر السعيد على الانستجرام. ان شاء الله الجاي افضل نادي الزمالك، وان شاء الله الزمالك قادر على الفوز في اللقاء الجاي، وطمنا على نادينا الملك العظيم. ودلوقتي نروح نشوف الاخبار المتنوعه. اهلا بيكم مره تانية واخبارنا متنوعه، والبدايه مع منتخب مصر. واخيرا بعد ساعات كده من الغموض حوالين قائمه منتخبنا الوطني لبطوله كاس العرب اللي تقام في الفتره من 30 نوفمبر الجاري لحد 18 ديسمبر المقبل، اعلن مدربنا البرتغالي كارلوس كيروش القائمه اللي تظهر قدام حضراتكم دلوقتي، يعني بتضم 23 لاعب من ضمنهم خمسه من نادينا الملكي العظيم نادي الزمالك، وهما احمد فتوح والونش وامام عاشور، مصطفى فتحي، احمد سيد زيزو. لكن المفاجاه زي ما قلت لكم في الانترو والغريب بالنسبه لكل الناس هو استبعاد الثنائي ابو جبل وطارق حامد، وكمان اللاعب اللي يعني مفاجاه كبيره بالنسبه لي هو عمر السعيد. عمر السعيد زي ما قلت لكم متالق جدا مع نادي الزمالك حتى الان في اول اربع جولات، فلو ما انضمش دلوقتي هنضم امتى؟ ده سؤال اللي حابين يكون موجود. وكمان اتحاد الكوره البيان كده توضيحي مرفق مع القائمه ان الجهاز الفني راعى استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسه تقديم وجوه واجيال جديده استعدادا للفتره اللي جايه. يعني كلام مهم واكيد وجهه نظر محترمه لكارلوس كيروش انه عايز يجيب وجوه جديده يضيفوا المنتخب مصر في الفتره اللي جايه، لكن كانش يجرى حاجه يعني لو في واحد او اثنين من عناصر الخبره اللي اكيد هيضيفوا اللعيبه دي ويديهم من خبراتهم. مهم في النهايه نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في بطوله كاس العرب. اختتمت امبارح الجوله الرابعه في الدوري الممتاز، الجوله دي كان فيها ست انتصارات ثلاث تعادلات، وظهر التعادل السلبي لمره واحده فقط. تم تسجيل 18 هدف في مباريات الجوله اللي كان نتائجها الاسماعيلي والزمالك 2-0 النادي الاسماعيلي، فاركو مصر المقصه الزمالك انا اسف، وفاركو والمقصه 2-0 لفاركو، استرن وفيوتشر كسب 4-1، سيراميكا والبنك الاهلي، سيراميكا فاز 1، الاتحاد والسكندري فوز الاتحاد على جونه 1-0، طلائع الجيش وغزل المحله ده التعادل السلبي الوحيد اللي في الجوله، المصري وبيراميدز تعادل 2-2 في اخر ثواني، انبي وسموحه 1-1، الاهلي والمقاولين 1-0 للنادي الاهلي. دلوقتي خلونا نروح نشوف تقرير كده مع بعض عن ابرز ارقام واللي ظهرت في الجوله الرابعه في الدوري المصري، يلا بينا. شهدت الجولة الرابعة بمنافسات الدوري المصري الممتاز انخفاضا في معدل التهديف مقارنة بالجولات الثلاثة الأولى، وقد يكون التوقف الدولي سببا في تراجع المستوى الفني بعض الشيء بعد البداية القوية للغاية التي شهدها الموسم الحالي، وتم تسجيل 18 هدفا فقط في 9 مباريات بمعدل هدفين فقط في كل مباراة، وشهدت 8 مباريات تسجيل أهداف، بينما ظهر التعادل السلبي في لقاء وحيد جمع طلائع الجيش وغزل المحلة ليكون التعادل السلبي الثالث منذ بداية الموسم الجاري، وظهرت نتيجة التعادل في لقاءين آخرين بالجولة الرابعة حيث انتهت مواجهة المصري البورسعيدي ضد بيراميدز بالتعادل بهدفين لكل منهما، كما تعادل إنبي وسموحة بهدف لمثله، وانتهت 6 مواجهات بفوز أحد طرفيها. وكانت المباراة الأكثر تهديفاً بالجولة الرابعة التي جمعت بين إسترن كامباني وفيوتشر وشهدت تسجيل 5 أهداف، بينما سقط إسترن في فخ الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتلقى إسترن الهزيمة الرابعة له على التوالي
ويفشل في حصد أي نقطة منذ بداية الموسم، وهو نفس الأمر الذي يعيشه فريق الإسماعيلي صاحب الهجوم الأضعف بهدف واحد فقط. وخسر فريق الدراويش مواجهاته الأربعة الأولى أيضا، ويتذيل ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن إسترن صاحب أضعف دفاع بعدما اهتزت شباكه 11 مرة منذ بداية الموسم. واحتسب الحكام في الجولة الرابعة ركلتي جزاء فقط وتم تسجيلهما بنجاح، بينما أشهر البطاقة الحمراء 3 مرات، ويعتلي أحمد سيد زيزو عرش هداف الدوري حتى الآن برصيد 4 أهداف، مناصفة مع مروان حمدي مهاجم الفريق الأبيض المعار إلى نادي سموحة الذي أحرز نفس عدد الأهداف، ويطاردهما 6 لاعبين سجل كل منهم 3 أهداف، وعلى رأسهم عمر السعيد مهاجم الزمالك. بعد ما شفنا التقرير ده وعرفنا أرقام الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، نروح لنادي فيوتشر اللي بيواصل استعداداته لمواجهة إنبي في الجولة 5 يوم الثلاثاء اللي جاي. فيوتشر فاز على إسترن كومباني 4-1 يوم الخميس، ولعب البدلاء كده اللي مشاركوش في اللقاء ماتش ودي مع النجم المصري وفاز 4-1 نادي فيوتشر، وأحرز الأهداف عمر صلاح ومحمد علاء وأيمن الصفاقسي سجل 2. فريق فيوتشر بيحتل المركز السادس وعنده 7 نقاط، وهيواجه إنبي في لقاء صعب جدا وإنبي عنده 4 نقاط. أكد كابتن معين شعباني مدرب الفريق المصري بورسعيدي أنه غير راضي على مستوى الفريق بعدما اتعادل في أول 4 مباريات في الدوري ما حققش أي انتصار حتى الآن، واعترف المدرب التونسي أنه منتظر الانتقالات يناير اللي جاي علشان يقدر يقيد بعض الصفقات الجديدة اللي هتغير من شكل الفريق وهتخليه يظهر بمستوى أفضل. من الأخبار العربية يعني معنا الفرنسي بقى بافيتامبي جوميز مهاجم الهلال السعودي اللي رفع راية التحدي قبل خوض نهائي دوري أبطال أسيا يوم الثلاث اللي جاي ضد بوهانج ستيلرز الكوري. يعني هيكون مواجهة صعبة جدا، وعلى مهاجم الهلال انهم هيخوضوا مباراة بقوة ومش هيستهينوا بالخصم الكوري ابدا، وهدفهم واضح هو التتويج باللقب. كل التوفيق ليهم اكيد، ويعني اكيد هيكون لقاء قوي جدا في نهائي دوري ابطال اسيا هيكون الساعة 6 يوم الثلاث اللي جاي. نروح لبيريز رئيس نادي ريال مدريد الأسباني، رجع يدافع مرة تانية عن فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي الانفصالي اللي كان هو رئيسه، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام إسبانية إن إقامة البطولة ضرورة جدا لتغيير شكل كرة القدم الحالية، إن السوبر ليج هيحقق الحرية واللعب المالي النظيف والاحترام لأندية. وهاجم بيريز الشركة لساعة بطولة دوري الأسباني لعقدها مع جهة استثمارية لتحقيق ربح ما من وراء الأندية متعثرة ماليا. يعني كلام كتير جدا في أسبانيا، ومن ريال مدريد إلى الغريم التقليدي برشلونة اللي عنده أزمة كبيرة جدا مع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي اللي رفض التوقيع على عقد جديد، ويبدو كده إن هو بيحاول يأجل المفاوضات لحين الخروج من النادي مجانا في الصيف. وذكرت تقارير صحفية أسبانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هو اللي ورا الموضوع، ورا تأخر المفاوضات مع ديمبلي، يعني مع نادي اللي هو موجود فيه. يعني نادي مانشستر يونايتد ممكن يكون موجود، بس هل يا ترى هو ده السبب الرئيسي ان مسؤولين يونايتد بيتواصلوا مع اللعيب؟ لسه هنعرف الفتره الجايه ايه ممكن يحصل مع برشلونه ومانشستر يونايتد في صفقه عثمان ديمبلي. النهارده عندنا مجموعه كبيره من المباريات المهمه في اكتر من دوري، والدوريات الاوروبيه كلها النهارده بتكون مشتعله باكتر من لقاء. الدوري الانجليزي البدايه كانت مع ليستر سيتي وتشيلسي، تشيلسي فاز ب3 أهداف، واتفورد ومانشستر يونايتد 2-1
حتى الآن لواتفورد على مانشستر يونايتد، مباراة قوية جدا. ليفربول وأرسنال اللقاء المرتقب لكل عشاق ليفربول، صلاح والنني النهاردة مواجهة بينهم الساعة 7:30. أتلتيكو مدريد وأوساسونا الساعة 7:30، ده الدوري الأسباني. برشلونة إسبانيول الساعة 10، لاتسيو ويوفنتوس الساعة 7، فيورنتينا وميلان الساعة 10:15، باريس سان جيرمان ونانت 1-0. حتى الآن باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي. خلونا دلوقتي نستعرض مع بعض آخر الأحداث بقى واللقطات الطريفة اللي بتحصل على السوشيال ميديا، يلا بينا. اهلا بيكم من جديد، والبدايه مع السوشيال ميديا مع النادي المصري البورسعيدي اللي نشر صوره لجمهوره في مباراه امبارح ضد بيراميدز على حسابه الرسمي في تويتر، وكتب حساب النادي المصري: يومكم جميل كجمال جمهورنا في مباراه الامس. يعني الجمهور دايما بيكون اضافه قويه لاي ملعب ولاي لقاء. اتمنى الفتره الجايه كمان الاعداد تزيد، وزي ما احنا شايفين كده الجماهير ملتزمة صراحة. يعني كنا دايما نقول يا جماعة التزموا التزموا، الجماهير ادتنا مثال عظيم جدا في أول 4 جولات، وإن شاء الله الفترة اللي جاية الأعداد تزيد أكتر من كده كمان. نروح لنادي الاتحاد السكندري اللي أعاد نشر صورة لمحمد عبد المنصف حارس الفريق على الستوري الخاص بحساب سيد البلد على الانستجرام، وظهر طبعا تألق أوسا وقيادة فريقه للفوز مهم جدا على الجونة بهدف دون رد، فإن شاء الله كده اللي جاي أفضل نادي الاتحاد وعبد المنصف. الاتحاد التونسي لكرة القدم نزل بقى كده ونشر القايمة بتاعت منتخب تونس اللي هتمثل نسور كارتاج في كأس العرب، وفيها طبعا الثنائي الزملكاوي حمزة المسلوسي وسيف الدين الجزيري. نروح لمصطفى محمد اللي قعد نشر صورة ليه، كان نشرها حساب جلاتا سراي الرسمي على الانستجرام، وواضح طبعا استعداد مصطفى لمباراة كبيرة جدا المنتظرة بكرة بين جلاتا سراي وفنربخشة في قمة مباريات الجولة الـ13 بالدوري التركي. محمد النني نجم منتخبنا ونادي أرسنال نزل صورة ليه على الانستجرام وكتب تعليق: جاهز لمباراة ليفربول. بس مش النني بس اللي جاهز، كمان صلاح نزل عنده ستوري من تمرين نادي ليفربول الأخير، واضح إن الاتنين جاهزين إن شاء الله للقاء النهاردة. راموس نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نزل صورة ليه من تدريبات الجماعية لفريقه اللي انضم ليه الصيف اللي فات، وغاب عن المباريات اللي فاتت بسبب الإصابة، وكان في مشاكل كتير زي ما احنا عارفين الفترة اللي فاتت. راموس هيكمل؟ لا مش هيكمل. نادي باريس سان جيرمان زعلان ومتضايق ان راموس مش قادر يكون موجود في صفوفه، ولكن راموس بقى بحالة صحية جيدة وهيكون جاهز الفترة اللي جاية. دلوقتي خلونا نطلع فاصل سريع عشان نستقبل ناقدنا الرياضي الكبير استاذ عبد الحميد فراج، فاصل ونرجع مرة تانية. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده منورنا واحد بقى من النقاد الرياضيين الكبار، وحديث خاص عن لقاء نادي الزمالك امبارح، كمان هنتكلم كده عن الجوله 4 في الدوري المصري، كلام عن القايمه اللي هياخد بيها منتخب مصر بطوله كاس العرب. معايا الاستاذ عبد الحميد فراج. استاذي منورني ومشرفني النهارده في قناه نادي الزمالك. اهلا بيك يا محمد، سعيد ان انا اكون معاك في ضيافتك لاول مره، وطبعا تحياتي لكل مشاهدي قناه نادي الزمالك. نبدا من نادي الزمالك ولقاء صعب جدا امبارح، يعني نال انتقادات بعض الجماهير كاداء، لكن النتيجه الحمد لله 3 نقاط وده المهم. شفت امبارح لقاء الزمالك والاسماعيلي ازاي؟
خلينا ان هو طبعا اول لقاء للفريق بعد التوقف فتره واجندات دوليه، وكان جمهور نادي الزمالك عطشان او متعطش للفوز والاداء كمان، خصوصا ان كان الجوله او التوقف كان منتهي الفتره اللي فاتت بخساره من مباراه القمه امام النادي الاهلي. كان لازم يحصل نادي الزمالك مصالحه على مستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه اللي صحيح. طبعا بتلعب مع النادي الاسماعيلي وهو ايضا بدايته ما كانتش بافضل حالاتها، وثلاث هزايم في بدايه الدوري، وكان هو كمان مع اداره فنيه جديده، مع اداره اداريه كمان على مستوى مجلس اداره جديده، وكمان جمهور النادي الاسماعيلي متعطش ان هو يحاول حتى ولو يخطف نقطه، وبيلعب على ارضه طبعا، وكمان في وسط الجمهور دلوقتي مع وجود 1000 مشجع لكل فريق في المباراه، كان مباراه بنسبه كبيره شايفها مباراه صعبه جدا على كلا الفريقين. ده ليه دوافع للفوز، ده ليه دوافع للفوز، وزي ما قلت لك عوده من بعد توقف الدوري، كلهم عاوزين يقدموا افضل ما لديهم. كان كارتيرون فاجئ جمهور نادي الزمالك بتشكيل في بعض التغييرات، تحديدا في اماكن وفي مراكز مهمه جدا وحساسه جدا. بدا بمركز حراسه المرمى حصل فيه تغيير، ولعب عواد مكان ابو جبل. في مركز الظهير الايمن حصل فيه تغيير، وتغيير مش مجرد ظهير بظهير، ولكن ده لاعب جديد بيلعب لاول مره في مركز الظهير الايمن وهو عبد الله جمعه، وعبد الله رجله ما كانتش لسه في الملعب. عبد الله جاي من فتره غياب كبيره، كان بيتاهل بشكل جيد وكان مركز معاه في التدريبات زي كل اللعيبه، ولكن بتلعب بيه وبتدفع بيه بعد فتره توقف وفي مركز غير مركزه، كانت مفاجاه لبعض الجماهير. ايضا بعض المراكز الاخرى في الملعب وتحديدا التركيبه الهجوميه كان مهم جدا ان هو يدي لمصطفى فتحي، لان كان واضح اداؤه الى حد ما كان طيب في مباراه القمه قبل ما توقف الدوري، وكانت مباراه الاجنده الدوليه ايضا مع المنتخب كان بشكل طيب جدا في اخر مباراه امام الجابون تحديدا، فكان واضح ان كان ممكن جدا يدي لمصطفى فتحي. حصلت التغييرات في التركيبه الهجوميه وكمان على مستوى الظهير ومركز حراسه المرمى، حتى الشكل الهجومي في نادي الزمالك أسماء كتير كمان عبد الغني كمان في مركز الدفاع، بس ده ربما يكون يعني بيطمن على كل عناصره، لان انا بعتبر ان الثلاثه مدافعين في نادي الزمالك يعتبروا اساسيين، محمود علاء عبد الغني والوينش. يعني طبعا لعيبه الزمالك كلها لعيبه على نفس المستوى، صحيح لعيبه كلها جيده جدا، ولكن جماهير الزمالك بتقول انت عايز تطمن على بعض الحاجات. جه تطمن في ماتش الاسماعيلي في اسماعيليه، اسماعيليه في وقت زي ما حضرتك قلت مدرب جديد براون جاي عايز يعمل شغل جامد، اللعيبه عندها دفعه معنويه في نادي الاسماعيلي، وعود ومن استاذ يحيى كفاءات خاصه طبعا، كلام كتير، واللعيبه نازله بقى وجماهيرها في ملعبها والزمالك جاي، فلو قدروا يحققوا فوز على الزمالك هيرضوا الجماهير ونبدا ويستعيدوا جزء كبير من صفاتهم مع كل حاجه. فهل كان اللقاء ده يسمح بالتشكيل ده في البدايه؟ كانت المغامره دي كانت الريسك يتاخد في لقاء الاسماعيلي؟ كانت مغامره، ومغامره كبيره كمان من كارتيرون، وما زي ما قلت لك ما كانتش في مركز او مركزين، ده كنا بنتكلم في ثلاث او اربع لعيبه، خمسه. انا ما بعتبرش عبد الغني قوي في قصه الديفندر، انا يعني شايف ان الثلاثه اثنين منهم يلعبوا ده طبيعي جدا، ما فيش مشكله، سواء بقى الونش وعلاء، الونش وعبد الغني، عبد الغني علاء، الثلاثه بيقدروا يادوا، يعني ما فيش ازمه كبيره في الحته الدفاعيه. تغييرات كانت مخاطره، ومخاطره يعني مش عارف هي كانت محسوبه من كارتيرون ولا لا، بس النتيجه بتقول ان هي كويس انها عدت على خير، وكويس في الاول كان موضح، كان سيء، كان سيء، كان في تغييرات في التشكيل، انا قلت مثلا يبقى في حاجه هتحصل، يعني مثلا عبد الله موجود هنا يبقى موجود لتركايه معينه طبعا. فانا شفت عبد الله مع زيزو مع مصطفى فتحي، الثلاثه كانوا اول مره يقفوا في ملعب مع بعض، مظبوط، الثلاثه كانوا تايهين مع بعض، هم فعلا ما كانتش التركيبه دي ما كانتش مع بعضها خالص يا محمد. يعني عبد الله بقى له فتره كبيره بعيد عن تشكيل نادي الزمالك، سواء للاصابه او للتاهيل، كمان مصطفى فتحي مش متعود يلعب في المنطقه ديت، زيزو كان متعود انه وراه على طول يا اما المسلوسي او حازم امام في وقت من الاوقات، دلوقتي عنصر جديد، التشكيله الهجوميه حتى كلها مختلفه. شايف ان هي كانت مغامره كبيره، بس انتهت بفوز وبثلاث نقاط، وكان مهم جدا ان نادي الزمالك يخرج من المباراه دي كمان حتى على مستوى حراسه المرمى، كان مهم ان هو يطلع بنظافه شباك علشان تبقى دافع كويس لمحمد عواد في المباراه زي دي. طب دايما عارفين ان كارتيرون بيحب يشتغل مع لعيبه نفسيا، طبعا بيعرف يشتغل معاهم، بيتعامل معاهم جدا نفسيا، شاطر جدا نفسيا وبدنيا كمان، صحيح. هل اللعيبه اللي تم استبعادهم من لقاء امبارح او اتبدلوا بعد لقاء الاهلي، هل ده ياثر على اللعيبه دي نفسيا؟ يعني انا مثلا لعبت لقاء وحصل هزيمه، وهزيمه قاسيه زي ما نقول كلنا، اللقاء اللي بعديه انا مش موجود، هل ده ياثر عليا نفسيا؟ شوف، مع وجود جدول الدوري الحالي في السنه دي انا كنت متاكد انه هتبقى، بس مش في ماتشات قويه زي ماتش الاسماعيلي في الاسماعيليه، كنت متاكد ان كارتيرون هيعمل عمليه الروتيشن في كل المراكز، واعتقد ان الرساله ديت واضحه ومعروفه لكل لعيبه نادي الزمالك.
عمر السعيد على سبيل المثال في اول مباراتين في الدوري بيجيب جوال وبيلعب براسه، فكان طبيعي جدا انه يلعب اساسي قدام النادي الاهلي، ما كانش الفريق كله بافضل حالاته، رجع تاني يبقى سيف الجزيري هو الاساسي وعمر السعيد ينزل كبديل، وبرضه عمر السعيد بيسجل هو بديل بالظبط، بيحط التاتش بتاعه، الموضوع بقى تفاؤل يا جماعه، خلوا دكه وينزل يسجل، نزلوه على طول كده بقى هو، وبعدين ثنائيه واضحه جدا زيزو والسعيد، ده بيسجل ده بيسجل، متفقين ده متفقين في ثلاث ماتشات كده واضح جدا. فاعتقد ان عمليه الروتيشن هتبقى موجوده في كل مباريات الدوري، ولكن زي ما قلت لك هي المخاطره لازم تكون محسوبه، وانزلها امتى والعبها امتى، بس مؤكد مع جدول مضغوط، مع حتى ما بعد بطوله امم افريقيا هيبقى الجدول مضغوط، فاكيد كل اللعيبه هتاخد، ما اعتقدش ان لعيبه الزمالك هتكون متاثره بسبب ان هم اتغيرت بعض العناصر في مباراه زي ديت، يعني ان اوباما ينزل او يبقى بديل، ان عمر السعيد يرجع تاني، اللعيبه عارفه الرساله دي كويس ان هم هياخدوا فرصتهم على مدار الموسم، لان الجدول فعلا السنه دي هيبقى جدول مضغوط جدا. في وجهات نظر كانت بتقول ممكن كان يكون مكان عبد الله جمعه، يعني انت مثلا عايز تريح المسلوسي جاي من اجهاد، جاي من سفر، ايا كان فكر كارتيرون ايه، كان ممكن يرجع زيزو باك رايت ويخلي مصطفى زي ما ختم بيه ماتش الاهلي بالظبط، ويخلي مصطفى وينج رايت ويخلي التشكيل من قدام زي ما هو، كانت برضه هتبقى مخاطره هجوميه اكتر من المخاطره الحاليه. هو حب يجرب عنصر جديد في مكان جديد، عبد الله جمعه ادفع بيه اشوفه ممكن، هل ان انا اجربه زي الامن. بالمناسبه هو فكره اللاعب الاعصر ان هو يلعب في الناحيه اليمين اتطبقت في اكتر من حاجه، بس ما كانش كظهير، كان كجناح كمهاجم عشان يعني رجله تكون داخل الملعب بالظبط، يقطم ويشوط على طول، وصلاح بيلعبها على سبيل المثال، بس العالم كله بقى كده، عناصر كتيره جدا طبقت العنصر ده، ولكن فكره انه يبقى ظهير بتبقى صعبه شويه، وخصوصا ان انا متعود ان انا بجري على الخط وبرفع اكتر من اني بسدد، فلو جري على الخط اللعيبه هتقف على رجليها، هتقفل رجليها، هتبقى عارفه ان انا اقفل الضيقه عشان ما يرفعهاش. فاعتقد ان هي كانت تجربه يعني مش ناجحه بافضل شيء، ولكن هي كانت تجربه في الاخر من كارتيرون، وعايز يشوف عنصر جديد، وفي الاخر هو دفع بحمزه المسلوس اللي اعتقد هيبدا اساسي في المباراه اللي جايه طبعا، لان ده طبيعي او الشكل الطبيعي والتشكيل التركيبه الطبيعيه للفريق، عنده سوء توفيق فهنقعده، لا خلاص يا جماعه الراجل ادى، محدش ينكر اداء المسلوسي في الدوري اللي فات اخر طبعا. سبع لقاءات واخر ثمان لقاءات كمان كان عامل ازاي طبعا. فمش عشان ماتش كان سيء الناس هتقعده دكه يعني، لا لا خالص. في حاجه مهمه ثانيه الناس بتتكلم عليها وانا بصراحه شايف عندهم حق، فكره استغلال الكرات الكورنرات لنادي الزمالك والفاولات. انا شايف الزمالك ما بيستغلش الكرات دي، يعني الزمالك تقريبا الزمالك جاله ستة او سبع كورنرات، مفيش استغلال، الكره بتترفع عادي تمام، مفيش شكل جمله، مفيش حاجه. الفاولات نفس الكلام، جالنا فاول في وقت مهم، اللعيبه مش عارفه ايه اللي هيحصل، وقف بن شرقي فكر هعمل ايه، قام شايطها طلعت فوق في السم، يعني حاسس ان مفيش تدريب على الحاجات دي، بان الزمالك فيه اكتر من لاعب بيقدر يسدد الفاولات، فتوح على فكره بيعرف يشوط فاولات، بن شرقي بيعرف وجابها قبل كده في الزمالك، بن شرقي وزيزو بيعرف يسدد، في اكثر من لاعب في الملعب يقدر يسجل طبعا، بعد الايقاف طبعا وجود شيكابالا خلاص هو اللي هيسدد، ولكن هل ده تاثير من كارتيرون ولا في بيحصل تمرين بس ما فيش استغلال للكور في الملعب؟ شوف خلينا نتفق الاول ان الكرات الثابته عموما سلاح مهم جدا لاي فريق بشكل عام، والفرق القمه او الفرق اللي بتنافس بشكل عام بشكل خاص، لانها بتبقى متقفل عليها دايما، اي فريق هيقابل الزمالك الموسم اللي فات ماتش الاتحاد السكندري خلص بكورنر اكيد اكيد فيش. كل الكره الحديثه دلوقتي او يعني ده حتى في بعض الزملاء عملوا الاحصائيات ان ربما تكون الكرات الثابته بتمثل من 20 ل 30% من الاهداف اللي بتسجل للفرق، صحيح، فنسبه كبيره ما ينفعش ان انا افقدها، بس ما نقدرش برضو نقول ان الزمالك وقع منه قوي الجزئيه ديت، لا ربما يكون ما لحقتش ليهم فرص، يعني احنا لو قلنا في اول اربع لقاءات في الدوري ولا هدف ولا كوره خطر من كره من كورنر او فاول تمام، اول اربع جولات ده حاجه كبيره بالنسبه لنادي الزمالك، طبعا يعني ده رقم طبعا، بس برضه ما ننكرش ان كارتيرون في نهايه الدوري اللي فات كان شغال على الموضوع ده بشكل كويس، زي ما قلت لك هو بس ربما يكون ما لاحقش فرص خطيره بالشكل دوت. محمود علاء كان من هدافين الدوري من الكورنرات، يعني اعتقد طبعا بتكلم في بدايه الموسم بقى، يعني ما نقدرش برضو نحكم على الراجل بشكل او بصوره قاسيه في اول اربع ماتشات، لا الراجل هيشتغل بشكل مستمر على فتره طويله، وزي ما قلت لك هيبقى في عمليه روتيشن كتيره، وهتشوف تحويلات كتيره جدا سواء فنيه، هنشوف عناصر العرضيات دي ما كانتش برضو مستغله بشكل كبير في الفتره اللي فاتت، دلوقتي العرضيات بقت مهمه ومهمه جدا في وجود واحد زي عمر السعيد في راس حرب الزمالك، هو سيف الدنيا برضه، سيف برضه مميز فيها، بس سيف مميز على الارض اكتر شويه من ضربات الراس. حتى عمر لما بيبدا ينزل الزمالك بيبدا الكرات الطويله اكتر لعمر كمحطه تزيد عليه، صحيح صح. طب امبارح لو قيمنا كده اداء الزمالك في اول اربع جولات، يعني اداء ككل بقى مش كلاعيبه او كمدرب، بشكل ككل تقييمك للزمالك بشكل عام في اول اربع جولات تديله كام من 10؟ لا لسه ما وصلتش للمرحله اللي ترضي بيها جمهور نادي الزمالك، يعني بنتكلم ما بين 6 ل 7 من 10،
كان مهم جدا الفريق ما يخسرش مباراه القمه عشان يكون لسه كتف بكتف في المنافسه موجود، يبقى على الاقل المنافسه طويله. لسه طبعا المنافسه طويله، وكل الفرق بالمناسبه كل الفرق هتخسر نقط طبعا بلا استثناء. لسه في الجوله الخامسه ورايحين الجوله الخامسه خلاص، لسه الجوله الخامسه ولسه بدري جدا، 34 جوله الموضوع يعني مش لسه بدري قوي ان احنا نحكم عليه. زي ما قلت لك فكره ان الزمالك بيتفتح معاه المباراه من ضرب الجزاء بيكمل في الدقائق الاخيره او في الربع ساعه الاخيره من المباراه، لا الجمهور حابب ان هو يرجع تاني زي زمان مطمن من اول الشوط. عايز اعكس الايه، انا عايز اول ربع ساعه الزمالك مسجل هدف واثنين والدنيا اريح، وابقى انا ليدنج في المباراه، ابقى انا اللي راكب الماتش زي ما بنقول بلغه الكوره. اعتقد ان ده لسه ما حصلش في الفتره ديت، وده برضو لازم نقول ان الزمالك ما بيلعبش لوحده، كل الفرق عملت تدعيمات قويه، كل الفرق صحيح. دلوقتي بقت ليها لعيبه دوليه على الزمالك. الزمالك الوحيد اللي ما عملش تدعيمات، يعني الزمالك الفرقه الوحيده اللي ما عملتش تدعيمات بالظبط. فعشان في موضوع الايقاف من القيد، فاعتقد ان كل فرق الدوري دلوقتي هتبقى كل المباريات صعبه. احنا بنشوف ماتشات بتخلص 4-4، وبنشوف فرق بتبقى مثلا خسرانه في اول جوله بتفوز في الجوله اللي بعدها. المصري وبيراميدز امبارح تعادل صعب جدا، ماتش إيهاب جلال كابتن إيهاب جلال قال انا ضيعت فوز صحيح. يعني صحيح. فلا الدوري صعب جدا عشان كده انا بقول ان كل الفرق هتضيع منها نقط، ولسه يعني لو احنا بنتكلم ان 34 جوله، لا احنا ممكن يبقى بطل الدوري اقل من 70 نقطه كمان، يعني اعتقد أصلاً. ده اعتقد ده يعني مش هتبقى بسهوله ان الفرق تاخد كل النقط من كل المباريات. طيب الفتره اللي جايه الزمالك بيجهز لمنافس شرس، انا شايف البنك الاهلي من الفرق اللي في الملعب بلغه الكوره كده رخمه طبعا، دفاعيا تعرف تقف كويس صحيح. بيعرفوا يتحولوا من الدفاع للهجوم، كابتن خالد جلال عامل شغل معاهم محترم جدا جدا صراحه، وعندهم عناصر مميزه تمام. تقدر تصنع الفارق ويقدروا يشتغلوا كويس. الزمالك يقدر يشتغل على فرقه البنك الاهلي ازاي؟ شوف هو مهم جدا مبدئيا من كوتشنج على خطين الملعب، دايما نادي الزمالك بيقابل مش هقول مشكله بس بيقابل تحفز شويه من عناصر ابناء الزمالك اللي بيدربوا الفرق الثانيه، ايا كان المدرب مين هو ايا كان الفريق، بيبقى المدرب نازل عايز يثبت نفسه قدام نادي الزمالك، عايز يقدم افضل ما لديه، وده مش عيب بالمناسبه خلص. بالعكس ده تبقى فرصه كويسه ان انت تقدم احسن ما عندك وتلعب جيم هجومي كمان عشان يبقى فرصه قدام الزمالك. حتى اللاعبين وكل الناس، انا بلاعب الزمالك انا عارف ان اللقاء ده كل مصر كلها شايفاه طبعا، فانا عايز اطلع بشكل جيد، ده طبيعي. فاعتقد ان ده هيكون بيزود كمان من صعوبه المباراه بخلاف العناصر المميزه اللي موجوده في فريق البنك. كابتن خالد جلال وكمان كابتن امير عبد العزيز، الموضوع صعب علينا كتير اكيد. زي ما قلت لك هو فكره ان انا كوتش وابن ابن من ابناء نادي الزمالك، هو يعني هم حافظيننا، حافظ عناصر الفرقه وحافظ ازاي اخش للفرقه من هنا ومن هنا، فاعتقد ده بيزود صعوبه المباراه. فريق البنك زي ما انت قلت بينظم صفوفه بشكل كويس، بيلعب جيم متامن، مش هقول جيم دفاعي بس جيم متامن بشكل كويس. كابتن خالد ايضا من المدربين المشهود لهم بالكفاءه يعني جدا. اعتقد ان نادي الزمالك هيكون بيقابل مباراه صعبه، بس مع نقدر نقول بقى توالي المباريات وظهور بعض السلبيات اللي بيشوفها كارتون وبيشتغل عليها ماتش بعد ماتش، اعتقد ان الزمالك ايضا هيكون فرصته اعلى شويه من البنك الاهلي في الفوز. ماتش البنك الاهلي هيكون اصعب من ماتش الاسماعيلي ولا هيكون في نفس الليفل؟ لا اعتقد في نفس الدرجه ان لم يكن اقل شويه، لان زي ما قلت لك الاسماعيلي كانت دوافعه اكتر، لانه بخلاف انه بيلعب في وسط ملعبه قدام جمهوره كان خسران ثلاث ماتشات. البنك الاهلي مش بنفس السوق ده او مش بنفس الحساسيه ديت، فهيبقى داخل المباراه عايز يتعادل او عايز يفوز طبعا وياخد الثلاث نقط، بس مش هيبقى بنفس الدوافع الشرسه بتاعت النادي الاسماعيلي. في سؤال يعني مهم جدا، انا اسف قطعت حضرتك، الناس كلها بتساله، الدوري صعب جدا طبعا، هل ممكن نشوف فرق جديده داخل المربع الذهبي بتنافس مع فرق القمه فوق على الترتيب؟ ولكن اعرف الاجابه من حضرتك بعد الفاصل. رأي حضرتك في أداء نادي الزمالك أمس أمام نادي الإسماعيلي؟ الزمالك للأسف ما عجبنيش، لأن الزمالك دي مدرسة الفن والهندسة، إحنا بنتفرج على كرة عشان نتمتع وليس، وطبعا النتيجة المفضلة إن إحنا نفوز، وإن شاء الله الزمالك دايما متقدم ومتقدم. الإسماعيلي أول حاجة وما كانش بالحالة اللي كان بيلعب بيها الماتشين اللي فاتوا، فطبيعي كان يقفل قدامك، لأن واحد خسر ثلاث ماتشات في أول ماتش في الدوري، طبيعي كان يقفل قدامك، طبيعي الماتش كان صعب. إحنا خارجين من هزيمة مش سهله، حتى لو هي حاجه مش سهله، كويس قوي جدا جدا، كويس جدا ان كنترول
قدر يرجع ثقه لعيبه. طبعا احنا الفريق الوحيد الملعب الاسماعيلي في الاسماعيليه، ويا ريت زي ما قال كورتون امبارح المنافسه تبقى فير، يعني بيبقى في منافسه الفرقه الثانيه تلعب في نفس في الاسماعيليه زي بتاع الزمالك. والله هو كان اداء مشرف، كان يعني الزمالك عمل ماتش حلو والاسماعيلي برضه عمل ماتش حلو، ويعني هارد لك الاسماعيلي، وبنقول للزمالك ان شاء الله باذن الله بالتوفيق في الماتشات الجايه. والله يعني هو الحمد لله يعني اهم حاجه الثلاثه بونت، بس المباراه صعبه طبعا عشان الاسماعيلي كان خسران الثلاث ماتشات اللي فاتوا، والحمد لله ان احنا خدنا الثلاثه بونت. بس هو في يعني قصه التبديلات الكتير في الفريق دي بتاثر يعني طبعا على المستوى. راي حضرتك في التشكيل اللي مستر كارترون بدا بيه مباراه الاسماعيلي، ورايك في التغييرات الفنيه اثناء المباراه؟ بصراحه التشكيل اللي بدا بيه كارترون كان تشكيل جديد، والمفروض ان هو عشان يبقى فيه هارموني مع الفريق وبتاع ما يبقاش فيه التغييرات الكتيره دي اثرت على الهيكل بتاع الفريق بصفه عامه وخلت الشكل مش لذيذ. لكن هو الحقيقه تدارك الامر في الشوط الثاني وعمل شويه تغييرات عملت حيويه ونشاط، وده ساعد ان احنا نعدي بالماتش ونفوز بيه. كارترون اخطا امبارح باشتراك عبد الله جمعه باك يمين، المسيري حلو جدا، باك يمين ثابت، انطلاقات قويه مثل جون. عبد الله جمعه جديد على المكان، فما ينفعش يدي في اول مباراه، وبعدين انت جاي من هزيمه امام النادي الاهلي الغريم التقليدي ليك، فالمفروض لازم تثبت ان انت فعلا المباراه دي كانت في سوء توفيق، فلازم تلعب بكل الشراسه على الجون. لا ما كانش عاجبني، بيلعب عبد الله جمعه فكان مش مكانه، وهو قاعد عنده بره، حتى لو حمزه المسلوسي وحش او بنص كفاءته هيبقى احسن من عبد الله جمعه. برده مصطفى فتحي برده ما كانش بيلعب في مكانه، بس في مجمل يعني الفريق كويس، وخاصه الشوط الثاني لما هو عمل تغييرات الفرقه بقى ليها شكل وبقت كويس. والله بص، رقم واحد انا مش قادر افهم هو ليه لاعب عبد الله جمعه يمين يعني مش في مكانه، تمام. رقم اتنين يعني التشكيل اللي بدأ بيه مش نفس التشكيل اللي نهى بيه، فمش قادر افهم كانت النتيجه ايه، بدليل ان الشوط الاولاني كله الزمالك ما قدرش يروح بهجمات فعاله على الجون. هو التشكيل اللي بدأ بيها الاسماعيلي كانت غريبه علينا احنا كجمهور، يعني كانت غريبه جدا، في مراكز اتغيرت في الملعب، يعني لما قعد باك يمين ونزل عبد الله الجمعه يلعب باك يمين وقدام منه احمد سيد زيزو كانت غريبه لينا، وكان انا ما كنتش مستوعب ايه اللي بيحصل في الماتش اصلا. هو التشكيل حلو وكل حاجه، بس المفروض كان يبدا باحمد سيد زيزو باك رايت على ان هو ايمن شويه، بس عبد الله جمعه اشول فهو خصص عبد الله جمعه ان هو يلعب ماتش، وكمان شفنا زيزو وعمر السعيد بيسجلوا ثلاث ماتش على التوالي وكده. اهلا بحضرتكم من جديد، ولسه منورنا استاذ عبد الحميد، وبنتكلم مع حضرتك عن الدوري العام بشكل عام بقى دلوقتي بعد ما خلصنا كلامنا عن لقاء نادي الزمالك والاسماعيلي. وكنت اسال حضرتك قبل الفاصل، هل في فرق هتنافس وتزاحم كده في المربع الذهبي السنه دي، ولا لسه بدري على الحكم ده؟ قبل ما نتكلم على شكل الفرق يا محمد، حابب ان انا اوجه الشكر لرابطه الانديه المحترفه. طبعا تقريبا بقالنا فتره كبيره كنا في الجوله الرابعه او الخامسه ديت، جدول الدوري كده ما تلاقيش اربعات كلهم ورا بعض او خمسات كلهم ورا بعض، لا فريق جاي لعب ثلاث جولات، فريق لعب جولتين، فريق متاجل له كذا. فالحمد لله احنا دلوقتي كل الفرق لعب اربع جولات، واعتقد لحد الجوله الثامنه هيبقى كله ماشي بانتظام يعني بشكل كويس، ونتمنى ان يكون ده الوضع الطبيعي في كل مسابقات الدوري. صح. الا للضروريات، يعني الضروريات الضروريه جدا يعني. احنا بقالنا قد ايه في الموضوع؟ بقالنا تقريبا 10 سنين فترة حاجه كده، فكان لازم ان احنا يعني نقول شكرا لرابطه الانديه. صح. كمان سواء على النقل وعلى الحاجات الكتيره اللي اتعملت في بطوله الدوري. اه طبعا يشكروا، بقينا بنشوف دوري، بقينا نشوف الشكل الطبيعي، ونبدا نتكلم بقى ايه نطور المنتج ده ازاي. الحمد لله بقالنا اربع جولات ما سمعناش، اصل ده دوري استثنائي يا جماعه، فلازم لا خلاص الحمد لله الدنيا مش الحمد لله عدينا المرحله دي. اه الحمد لله. بالنسبه لشكل المنافسه بين الفرق، اكيد المركز الرابع وربما الثالث يبقى في كلام فيه كتير، ولكن المنافسه على القمه اعتقد انها برضه هتكون منحصره ما بين الاهلي والزمالك وشويه بيراميدز. الزمالك طبعا خلص البطوله السنه اللي فاتت، هو بطل الدوري، اه ما حصلش فيه تدعيمات، وربما مش يعني لحد ما احنا بنتكلم مش هيحصل في يناير، اللهم الا لو حصل حاجه بقى وحل مشكله القيد ده، سواء بقى بطعون او استئنافات في المحكمه الرياضيه الدوليه ايا كان. لحد دلوقتي فده السكواد اللي انت مكمل بيه لنهايه الموسم، اعتقد هيبقى يعني الزمالك لو قدر اصلا ان هو يبقى مكمل المنافسه لنهايه المسابقه، اعتقد ده هيبقى امر يحسب ليه، لان طبيعي كل الفرق حتى الفرق اللي بتبقى بطله الدوري لازم بتدعم نفسها وبتشوف السكواد بتاعها وتحتاج تعمل تدعيمات. فالمنافسه هتكون ما بين الزمالك والاهلي لنهايه الموسم، بيراميدز من بعيد كده بيلمس. ليه انا بقول ده؟ لان في فرق كتير هتضيع نقط، فيوتشر هيضيع نقط من الانديه كلها، فاركو هيضيع نقط من الانديه،
مش عايز اقول اسماء، ده انا بقى ذكرت فرقتين من الثلاثه اللي صاعدين، بس كل الفرق حتى المقصه اللي الناس بتقول ان هو ما دعمش نفسه وكان مرشح ان هو يهبط قدم اول اربع جولات بشكل طيب جدا. غزل المحله بدايته برده برغم ان كان في مفاجاه يعني الجهاز الفني متغير، قدم اول اربع جولات بشكل طيب. اعتقد ان كل الفرق، سموحه فريق قوي جدا، انبي فريق قوي جدا، فكل الفرق هتضيع نقط من كل الانديه، فعشان كده هتبقى المركزين الثالث والرابع يعني ممكن نشوف ممثل جديد لمصر في الكونفدراليه الموسم الجديد، ولكن على البطوله نفسها او على المركز الاول اعتقد هتكون منحصره بين الزمالك والاهلي. طب يعني ده الفرق اللي ممكن تزاحم في المربع الذهبي، ايه الفرق اللي حاسس ان بدايتها كده مش مبشره ممكن نشوفها في منافسه على الهبوط في نهايه الدوري؟ هو لسه بدري، بس يعني المؤشرات كلها بتقول ان الشرقيه للدخان فريق يعني بسبب طبعا خطا اداري فادح ان هو ما قيدش اللعيبه الاجانب بتاعته، بسبب اول كمان تغييرات كانت بادئه كده مبكرا، واحد من ضمن ثلاث فرق غيروا المدير الفني بتاعهم ورحيل طبعا كابتن علاء نوح والتعاقد مع الكابتن علاء عبد العال. كابتن علاء عبد العال متمرس في الدوري وبيعرف يجمع نقط، بس اعتقد ان السكواد اللي معاه ربما ما يساعدوش ان هو في وسط المعمعه الكبيره ديت ان هو يكمل ويبعد عن الثلاث فرق اللي هابطين. اعتقد ان شرقيه الدخان من اول الفرق اللي ممكن تهبط للسنه الجايه. مين تاني غير نستبعد بقى؟ لا صعب يعني، انا كنت متوقع من قبل كده المقصه، بس بصراحه كابتن صعب. كابتن مصطفى كمان عامل شغل كويس جدا وكوتشنج شكل كويس برغم ان العناصر مش مساعده، بس لسه بدري الحكم. احنا زي ما قلنا ان على المنافسه على القمه بدري، فاكيد القاع بيبقى بدري جدا كمان. احنا لسه دايما بيكون في مفاجآت جيده مفاجآت غير جيده. ايه المفاجآت الجيده حتى الان في الدوري المصري؟ المفاجآت الجيده ان البدايه بدايه بغزاره هجوميه، بنشوف ماتشات مفتوحه هجوميا من كل الفرق، يعني بنشوف اربعات كتير في النتائج سواء للفريق ده او للفريق ده، بنشوف الفرق كلها يعني بتلعب على الفوز مش بس مجرد ان انا اخطف نقطه التعادل. شايف ان كل الفرق عندها عناصر طيبه، يعني حتى انت لو بصيت على اللعيبه السكورر او المسجلين اهداف من كل فرق الدوري تقريبا موجوده، فده بيساعد او بياكد ان لا في ظهور طيب هيكون لعناصر كتيره في الدوري. حتى ده لو احنا حبينا نتكلم كمان عن اختيارات القائمه بتاعه المنتخب، هتلاقي مختار من اكتر من مكان ومن اكتر من فريق، ده بياكد ان لا في عناصر كتيره في الدوري. اعتقد دي مفاجاه طيبه بالنسبه لنا احنا عشان هنستمتع بالكره في كل الفرق، يعني مش بس بقى اهلي وزمالك وبيراميدز، لا ده كمان في عناصر موجوده في كل فرق الدوري، في المصري، في الاسماعيلي، حتى قلت مع الانديه اللي ما عملتش تدعيمات جامده زي ما قلنا المقاصه قدر يعمل حاجات، كابتن تامر عرف يطور وقدر يشتغل على القائمه اللي موجوده معاه بشكل كويس. انا بحترم صراحه المدربين اللي بيكون ما معهوش تدعيمات كتير ولكن بيعرف يشتغل على القماشه بتاعته. مهم جدا، مهم جدا. دي مفاجآت الايجابيه. المفاجآت السلبيه بقى؟ المفاجآت السلبيه بعض الانديه اللي كنا نتمنى كجمهور وبنحبها انها تكون ظاهره بشكل كويس زي الاسماعيلي على سبيل المثال، كنت بتمنى ان هو يكون افضل من كده. من ضمن برضو الحاجات السلبيه ان في تغييرات مبكره للعناصر بتاعه المدربين في الدوري، وتحديدا برضو يعني هنقول شرقيه دخان ربما يكون ده مقبول لان هو عايز يلحق نفسه. كابتن عبد الحميد باسيونوف طلع الجيش، انا كنت مستغرب التغيير ده جدا، مستغربه جدا. بدايه مقبوله الى حد ما، البطوله الوحيده في تاريخ النادي محققها كابتن عبد الحميد باسيونوف، بطوله السوبر المحلي ومن منافس كبير زي النادي الاهلي. صحيح. اعتقد كان الطبيعي ان انت تدعمه وتكمل معاه حتى الاول ست جولات او اول سبع جولات. هو اعتذر والاداره قبلت الاعتذار بشكل سهل ويعني ما فيش تمسك. اعتقد ان كان يعني كنت مستغرب الموضوع ده جدا. كمان الاسماعيلي كنا متوقعين الكابتن طلعت يوسف يستمر شويه، بس ربما ظروف مشاكل المرض وكورونا مجلس اداره جديد. طبعا مجلس اداره جديد كمان حابب ان هو يحط البصمات بتاعته مبكرا ويجيب تعاقد مدير فني جديد. اتمنى ان براون يصحح الاوضاع في الاسماعيلي شويه. طب هل بقى التوليفه اللي موجوده في الدوري المصري ده، لعيبه كتير جيده، مدربين كتير عاملين شغل حلو مع فرقهم، هل ده يدي اريحيه لكارلوس كيروش ولا يعمل له حيره اكتر؟ لا لا لا، بكل تاكيد هو الراجل بصراحه يعني يحسب له ان هو مدرب جريء، مدرب جريء ما بيسمعش ده واضح جدا، واضح جدا من اول معسكر جداً. من معسكر اكتوبر استبعاد لعناصر اساسيه وثابته معاه. بس في شعرايه كده حابب نوضحها، هل هو جريء ولا عنيد؟ لا اعتقد ان هو مدرب جريء وما بيحبش يحكم غير بنفسه، يعني ما بيسمعش لحد. يعني جريء وعنيد؟ لا هو ما نقدرش نقول عنيد. ليه هقول لك مش عنيد؟ لان هو في اول في معسكر اكتوبر لما استبعد محمد شريف وقفشه ومصطفى فتحي اعاد الثلاثي في معسكر نوفمبر. في معسكر نوفمبر لما استبعد طارق حامد وزيزو اعاد زيزو في قائمه البطوله العربيه. وارد جدا في التجمع اللي جاي ما بعد البطوله العربيه تلاقي طارق حامد موجود، فهو كده بياكد ان هو مش عنيد، بيراجع حساباته، بس هو بيحب يحكم بنفسه. أصل يبص بعينه. مين مدرب هيشوف طارق حامد معاه في الفرقه ومش هيحب يكون موجود معاه في الفرقه؟ صحيح. يعني نفس الحكايه لزيزو، حتى لو مش موجود كاساسي على الدكه يكون تغيير مهم. عبد الشافي مثلا ورقه رابحه ليه ما يكونش؟ يعني ازاي
انا برضه بقول وجهه نظري، ولكن صحيح. هو ليه الحريه، هو في الاخر اللي هيتحاسب انت عملت ده ليه وما فزناش ليه وكل الكلام ده. هل هو واخد كاس العرب كبروفا او واخدها عشان يجرب لعيبه جديده يشتغل بيهم مع المحترفين في افريقيا وفي الماتشين الحاسمين؟ مؤكد بكل تاكيد اختياراته بتاكد ده، وخلينا نتفق برضه ان الظروف كمان ساعدته في ان هو يختار المجموعه ديت. يعني انت عندك المحترفين كلهم مش موجودين بما في ذلك احمد حجازي اللي كان محطوط في القائمه المبدئيه، بس خلاص اتحاد جده تمسك يعني باللاعب ومش هيبقى موجود. فكل المحترفين مش هيبقوا موجودين، عناصر بيراميدز والمصري عشان تواجدهم في البطوله الافريقيه مش هيبقوا موجودين. فاعتقد ان الاسماء اللي اتطرحت او 23 اسم في القائمه النهائيه في البطوله العربيه مش هتلاقي غير اسم او اسمين بس اللي ممكن الناس بتتكلم عليهم، يعني ممكن طارق حامد، ممكن تتكلم ابو جبل اكيد، محمود علاء حتى برغم ان هو اقتنع بيه وضمه للمعسكر اللي فات استبعده، ربما مثلا بعض الانديه الثانيه حسين الشحات ربما كان برضه بعض الناس تقول طب ما ندفع بيه ونجربه ونشوفه، بس هو اختياراته حابب يبص على عناصر ثانيه. اختيارات كروش مش بس في البطوله العربيه، لا في الثلاث معسكرات اللي اختارهم كان في علامات استفهام في المراكز حتى، عشان كده لما الناس بتنتقده الناس معاها حق. يعني احنا لو بصينا لل 23 اسم اللي موجودين في البطوله العربيه مفيش باك رايت غير اكرم توفيق. هل ان انا لو مش هختار من الاهلي او من الزمالك باك رايت، طب ما انا ممكن ابص في العناصر الثانيه، الا بقى انت هتجرب مثلا محمد عبد المنعم في الباك رايت ولا هتجرب زيزو هتنزله باك رايت؟ يعني مش واضح هيلعب باك رايت مين لو لا قدر الله حصل اي حاجه للاساسي اللي انت مختاره. صحيح. زي ما كنا في معسكر نوفمبر كنا بنستغرب جدا هو مين الجناح الايسر، ما كانش ضم رمضان صبحي، ما كانش ضم ابراهيم عادل، ما ضمش حتى احمد رفعت بالظبط، وكان مرموش مصاب، فكنت هتلعب بمين؟ فالناس كانت بتسال والناس معاها حق. يعني اماكن فنيه كان لازم كروش الناس يعني يبقى مختار بديل، حتى لو البديل ده من نادي لسه صاعد مش مشكله، بس يبقى في بديل في المركز ده. كلام صحيح جدا. انا النهارده كمان سالت جمهور نادي الزمالك، دايما كان نحب ناخد راي الجمهور بعد اللقاءات، رايهم ايه في نادي الزمالك ويجاوبونا على السوشيال ميديا. فجالنا بعض الاجابات كده. استاذ محمد انور بيقول مساء الخير عليك يا قضى، اداء الزمالك امام الاسماعيلي اداء جيد جدا، كان مهم الفوز لعوده الثقه للاعبين، ننتظر منكم الحفاظ على بطوله الدوري الزمالكاوي. احمد نعيم بيقول مساء الخير عليك يا قضى، الحمد لله على المكسب في مباراه صعبه جدا مع الدراويش، اداء الفريق كان كويس بالنسبه للظروف المحيطه بالماتش. محمد صبحي بيقول مساءك ابيض بخطين حمر، مساءك ابيض يا صبحي، اداء متوسط ولكن الروح هي مفتاح الفوز، ان شاء الله اللي جاي افضل. انا بحب دايما الجمهور الزمالك ان هو بيكون شايف لعيبته وشايف فرقته طبعا. اداء متوسط اداء جيد ولكن اللي جاي يكون افضل، دايما جماهير الزمالك بتبقى واعيه جدا جدا، بتعرف ازاي تمتص السلبيات اللي موجوده، وده شفناه السنه اللي فاتت، البطوله السنه اللي فاتت انا شايفها جماهير نادي الزمالك اللي جابتها وقدرت تدي للاعبين الثقه، وان شاء الله السنه دي نفس الكلام. استاذي نورتني وشرفتني، وان شاء الله تنورنا تاني في هنا في قناه نادي الزمالك، وهنتكلم اكتر مع بعض بقى عن نادي الزمالك، وساعتها هيكون الزمالك كمل اكتر في مشوار الدوري. نورتني وشرفتني. انا بشكرك جدا، سعيد اني كنت موجود معاك، وان شاء الله تكرر تاني، وكنت بتمنى ان اكون ضيف خفيف على جمهورنا الزمالك. طبعا نورتنا وشرفتنا، كما نورنا استاذ عبد الحميد فراج، ودي كانت نهايه حلقتنا، نشوفكم بكره في حلقه جديده وان شاء الله اخبار جيده عن نادي الزمالك.